السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة برنامج في الموعد. في الموعد اليوم معنا موضوع يعني ممكن يكون مهم جدا وبهم كثير، يمكن الأغلبية للسيدات، يعني تهاد وتحابه. الهدايا بتوصل من شخص لآخر، تقرب البعيد وتصل برضو ما بين القلوب، ونقدر نقول إنها بتفتح أيضا مغاليق القلوب. يعني ديت شخص هدية بيحاول يرد لك الهدية، وده بيخلي في كثير من الصلات الطيبة ما بين الناس، أصدقاء، أحباء، أم وبنتها، أزواج وغيرها من العلاقات الإنسانية الجميلة جدا. محتاجين إنه من فترة لأخرى نحن ندعمها بالهدايا. الهدايا ممكن تكون هي رمزية، يعني ما شرط إنه مادية ومكلفة، لكن ممكن وردة في شكل مغلف بشكل ظريف تصل للشخص الآخر، بتدي كثير من المعاني، بتوصله كثير من الكلمات وكثير من الأحاسيس. يعني الهدايا أيضا تعبير جميل عن الحب ومحبتك أيضا للآخر. سعيدة جدا في الحلقة دي نحن نتكلم عن ثقافة الهدية ووقعها أيضا عند الآخر مع ضيفتنا داخل الاستوديو، وهي طبيبة أسنان وتعمل في مجال الدراسي، وهوايتها هي الهدايا وتقريب الأشخاص من بعضهم البعض وتوصيل الهدايا لكل المحبين. وكان عندها بيزنس حب وكانيات. يمكن كل الناس المتابعين السوشيال ميديا تابعوا البيزنس دي ونجاحه كمان، وكثير من المحظوظين واللي هي أنا واحدة منهم وصلتهم هدايا عن طريق حب وكانيات. برحب بك داخل الاستوديو دكتورة شهد محمد جعفر، مرحب بك كثير. الله يخليك، أنا والله مبسوطة وسعيدة أكثر، والحمد لله يعني الانترودكشن بتاعتك أكثر من ظريفة، بتحمس الزول زيادة إنه كل مرة يبدأ. وعلى قولك إنه الزول محتاج في حياته مع الضغطة بتاعت الحياة والجري، وزي ما يقولوا الوضع ما زي أول، فإنه يلقى فرقة مرة مرتين، إنه في زول متذكره، في زول فكر إنه يعمل له حاجة، ولو على قولك وردة مغلفة، صحيح، ابتسامة ساكت بتغير للزول موده. جميل. قبل ما أرجع ل 2014 وبداية الفكرة، حابة يعني أقول إنه أنا من المحظوظين، واقول اجمل احساس لما يتصل عليك ناس حب وكانيات ويقول لك انه في هديه جاياك، وانت تكوني بتفكر في انه الهديه دي جايه من منه، وتصل الهديه بغض النظر عن الهديه هي جاتك شنو، بيكون في احساس بانه والله الشخص الاخر ده كتر خيره شديد انه يذكرك. يعني ودي الحاجه بتخليني انا احيي صديقتي دكتوره ندى حمد، وهي كانت اول مره انه توصلني هديه بالطريقه دي، وجميله يعني ان شاء الله ما تنقطع منك. لا لا اكيد فعلا دكتور ندى ست الزوج، هي زبون عندنا من التوب فانس يعني، وبجد يعني على قولك انه انت تكون ما عارفه جاياك من منو ولا جايك شنو، احساس الحماس ده قبل ما تصلك هو ده احلى احساس. صحيح، ربنا يوفقكم والله، تكونوا بعمل خير كبير في حياتك. انت طيبه الله يخليك. رجعيني يلا لفتره الجامعه، كنت بس بديتي مع صحباتك تغني في اليوم تساعدينه؟ ايوه، يعني اي واحده عندها مناسبه، عندها حاجه، عايز تهدي الخطيبه، عايز نهدي صحبات في بعض، فكان الموضوع بيستعينوا بي. يعني زي كنت بتدفعيهم ولا بتعملي هو بس لا بنمشي بيكون شير وموضوع وجيبي قروشك انا بظبطها لك وكده يعني. ايام الجامعه فمنها بس بقت انه الحاجه دي انا لما اكون زهجانه بجد عايزه اطلع من مود الزهج بمشي بجيب هديه لنفسي وبغلفها براي لنفسي وبهديها لنفسي. يا سلام والله ده احساس جميل جدا. فقلت انه ليه يعني انه زول حاجه اوريدي حلوه وبتبسطه وبتبسط اللي حوالينه ما يعمل لك بزنس يستفيد منه ويفيد غيره يعني. فكانت الفكره كده. وهي بصراحه متين بدت الفكره يعني حسيت انه ممكن تكبر وتبقى بزنس؟ هي كان من 2015 بس كان سنه زواجي ذاتها، فكان مع اشتغلتي مع الزواج. ايوه فبس بعد ذاك بتشجيع من زوجي ذاته بدات كبزنس يعني. فلانه هو قال لي انا بقيت احس انه يعني كل مره كل هديه مقدمه لي بتكون مختلفه عن اللي قبلها. يعني بديت تجربي هو نفسه طبعا تديه هدايا كل اللي حواليه. أيوة. في موسم للهدايا كنت بتهدي طبعا بي. ايوه هو لكل هديه عندها موسم. يعني بتطلع هدايا من ما في. طبعا الاعياد لابد من هداياها، غير اعياد الميلاد، الانيفرسريز، المولد بقى هسي موسم، رمضان بقى موسم، حافل عندنا في المحل، هدايا الشتاء هسي طالع عندنا ده موسم. فانه انت من غير سبب كده تطلع عليك سبب انه تدي الزول من غير مناسبه براها. واحيانا حتى بكون عندك السبب، يعني عيد الزواج مثلا مع مرور السنوات بتلقي انه الهديه مكرره. بالضبط، ما دي المشكله. ففعلا بيكون الشخص محتاج لانه يستعين يعني بزول اختصاص زي كده. بعد كده جت 2017 فعليا يعني خلاص اطلقت الفكره. فعلا بديت اونلاين، كنت ماسكه الشغل براي انا وزوجي، كنت شغاله في المستشفى الصباح، بطلع من المستشفى بوصل الهدايا برايا. بعد ذاك بمشي بلقط الحاجات الناقصاني، برجع البيت بجهز هدايا ثانيه عشان زوجي يجي يوصلها. كان الموضوع صعب جدا، وارد على الناس براي واجهز طلبيات اليوم الثاني.
فزي ما بيقولوا الحاجة لما تتعب فيها يا دوب بتذوق حلاوتها يعني. فبدينا كان بصعوبة جدا، بعدك الحمد لله بقى في رش عالي جدا، الموضوع حصل له سبريد اون سوشيال ميديا بطريقة حلوة شديد، فبقى انه اونلاين ما مستحمل بس، والبيت صغير شديد على الحاجة دي، فقمنا فتحنا المحل والحمد لله السنة اللي بعدها فتحت المحل. بعد سنة بالضبط. ما في ناس قالوا لك انت طبيبة اسنان شو بتعملي في ايديك؟ اكيد يعني لازمك في شنو؟ اكيد بس الحاجة اللي تخطها في بالك انه انت 200 حتعمل، حتسمع كلام الناس ال 200 يعني، هي دنيا واحدة اللي بنعيشها، فاعمل الحاجة اللي بتبسطك انت، اي نعم انت بتحترم الاراء اللي حوالينك لكن بتحترمها وبتاخذ الحاجة اللي بتريحك لانه هي حياتك ما حياتهم. يعني كل الاراء دي ما خلتك تتراجع عن فكرتك؟ لا اكيد حبك لفكرة الهدايا. ايوه فعلا. لو خيرت يعني طب اسنان والهدايا حتختاري شنو؟ الاثنين رغبتي. الاثنين رغبتي جدا. لكن بس في حاجه اهلي ربوني على انه بيقول لي استخيري واستشيري في اي حاجه استعمليها، فقبل اعمل اي خطوه بستخير وبستشير. فالحمد لله انا قادره اوفق بيناتهم الاثنين يعني. هسه انا في الفتره الصباحيه شغاله في مجالي، وفي الفتره المسائيه بشرف على المحل يعني، حاليا بقى بس اشراف. لكن زي ما قلت لك كل ما تكون قافله معي لازم مش ادخل يدي كده بظبط مزاجي كده. بالله كل ما تكون قافله معك ما تنسى عنواني رسل هديه على العنوان. طوال اوريدي عرفنا العنوان. يعني بعد كده كبرتي او حولتي طلعتي من البيت عملتي لك محل بالضبط. بقى في تيم؟ بقى في تيم. التيم ده مهمته شو؟ هو اللي بيستقبل الطلبات الزباين، هو بيتعامل مع الزباين ولا انت؟ لا لا هو انا حاليا بقى بس زي ما يقولوا اشراف، لكن التيم ما شاء الله يعني كله معتمد عليه هو. عندنا في الصفحة أونلاين ماسكين بيردوا على الناس عن طريق الماسنجر، عندنا مرام وعندنا تنزيل وكان عندنا دعاء، وعندنا رماز ماسكة السكشن الأول ده ماسكين الفيسبوك، عندنا دكتور رماز ماسكة التويتر والإنستغرام. فهم مهمتهم إن هم يسهلوا على الزبون، بيردوا عليه، عندهم ما شاء الله طولة بال فظيعة. أنا لما أكون زهجانة أي بقعد أفكر معهم هم ذاتهم يعني ما شاء الله يعني بيدوا الخيارات كلها، بيوصلوا معه حاجة حاجة، بيلبوا رغباته، بيساعدوهم، بيعمل اختيار الهدية كاملة بيرسلوها للتيم بتاع المحل. تيم المحل هم عليهم إن هم يجهزوا يغلفوا الهدية ويجيبوا الحاجات الناقصة وكده ويطلعوها لتيم التوصيل. الزباين دائما بيحددوا هم ولا انتوا بتساعدون في اختيار الهديه نفسها؟ يلا هو دائما بيجيك زول مرات بيكون انا عارف انا عايز شنو، انا عايز كده كده كده، او هي نفسها في كده. في زول بيجي محتار، انا يعني عندي فكره لكن ما متاكد. في زول بيقول لك وريني انا ما عارف اي حاجه. فانت بتقدر بعد ذلك كل زول بتديه الخيار على حسب. دي نماذج من شغلك؟ ايوه فعلا جبت نماذج نسائيه. شكرا على هديه قناه الشروق. الله يديك العافيه. دي كان اصلا نموذج على اساس انه هدايا معنويه، عندنا الطباعه عموما، فقلت اعمل لك هديه لك ويكون نموذج للطباعه. شكرا لك. قدام طوالي ده مصحف. ايوه فعلا دي الهدايا، دي هديه للام. عباره عن مصحف في بيت مطلب الفضه وقارئ قران فيه كل القران للبيت يعني ممكن يفيده. في زي كريستالة حلوة كده لولي، عشان كان هي الهدايا اللي أنا جايبها دي كلها يا إما هدايا طالعة الأسبوع ده يا إما هدايا تطلع بصورة يومية مننا. فمثلا حكاية اللولي دي دائما بتطلع للأم وبكتب لها في الكارد أنتي لؤلؤتي. فعشان كده جبتها لك. مثلا الأمهات حيتعبوكم شوية ما بردوا على التليفون طوالي. فعلا شكل دائما بناخذ رقم الأخت رقم زول في البيت. فعلا بكون دا إرهاق قبل يوم من عيد الأم يعني. أيوه. دي هدايا برضه نماذج. أيوه هدايا رجالية مش كده؟ ايوه صح ده مظبوط. دي هسه اكتر هديه ترندنج طالع عندنا واحنا متميزين بها برضو. الرجاليه الرجاليه دي فيها لانه اي راجل بيكون عنده عشق لعربيته زي ما بيقولوا، العربيه هي الزوجه الاولى. ففيها مبخر عربيه، بخور عربيه، حامل موبايل للعربيه، ام بي 3 بلاير للعربيه، وسلسله مفاتيح على اساس انه كل ما يدخل عربيه يشوف شوف الحاجه جابتها له حتذكر حتذكرك. الثاني برضو ده نموذج لهديه رجاليه، سيت مكتب على اساس انه في المكتب حيستفيد منه. حامل دي كده هديه مكتب. يس حامل لابتوب بتحط عليه لابتوب، تكايه موبايل، وفي تكايات المويه او الكبابي دي على اساس انه فيها 5 تكايات كل واحده بتكون كستمايز. انت عايز تكتب شنو مثلا بتكتب له اسمه يعني بي هابي، بتحمسه في شغله على اساس انه هنا. والهديه دي بتجي للرجال والنساء اكثر يعني ممكن. بس الرجاليه اكثر يعني. عندنا نموذج برضو تحت في الشتاء وتاني جنبها. أيوه حاليا الشتاء هي التوب يعني يوميا بتطلع مننا 20 هدية شتاء. ما كثيرة شديد؟ هي في الأرض هنا. أيوه هي دي أكثر هدية بتطلع مننا، بتكون فيها بطانية والساكس الجوارب بتاعت الشتاء، هيد باند عشان هي ما تكون بردانة تفاصيل كثيرة لكن أيوه
حاجات سخنه نسكويك كادبري على اساس انه تشرب حاجات سخنه مكسرات كبايه يعني هو زي ما يقول بيهتم بتفاصيل الشيء. ودي منو بديها لمنو؟ هذه تشريطة صراحة للبنات بتجي بس يعني الزوجة بديها ولا الصديقات أكثر شنو طبيعي؟ لا أكثر حاجة الأزواج بدوها. والأسبوع الجاي حتوصلنا بلوفرات على أساس إنه بعد كده هم ممكن يهدوا الأزواج يعني على أساس إنه بلوفرات رجالية شتوية يرجعوا لهم هذا. أيوة برضو جنبها في هدية شكلها كده يعني بنوتية فعلا. ده برضو نموذج على اساس انه دي هدي الهدايا التحت دي كلها طالعه هسه ليله توصيل فقلت اجيب استغلها شويه تشوف مثال لها. برضو من الهدايا الحلوه انه زول يهتم بنفسه وان انت تعرف انه الطرف الاخر يعني بحب يهتم بنفسه. فدي كانت واحد من الزباين قال داير مجموعه دي مخصوص يعني منها بقينا نجيبها طوالي وانه بقت مطلوبه جدا يعني بقى على طلب. جميل. و الدبدوب الدبدوب لا اخونا قاعد جنبنا الدبدوب ده ممكن تكون هديه من غير موسم على طول يعني تطلب. جميل. حتواصل معاك دكتوره شهد ونعرف برضو طبيعه العلاقات اكثر وبعدين عندنا فرز هدايا زي ما عرفت منك. أيوة. في مسابقه على صفحه حب وكانيات وفي مشاركه وحنقوم نختار ونشوف ان شاء الله الفايز حيكون منه. ايوه ان شاء الله. وعندنا برضو نماذج ان شاء الله حنشوفها لتغليف الهدايا. دي دعوه لانه كل الناس تعبر عن حبها للطرف الاخر يعني. لكن السيدات تخليه بيهدوا ازواجهم اكثر مما هم مما الرجال بيهدوا. مشكله والله للاسف العكس تماما حاليا الحاصل في الثقافه بتاعت الهدايا دي تغيرت بجد. وبعدين يعني احنا صراحه نستحق يعني الزياره الاهتمام اللي بنعمله ما هي فبجد حاليا الكاستمرز بتاعنا اكثر حاجه ميلز يعني اكثر فئه بقت الرجال اكثر من السيدات. ايوه بصوره كبيره جدا. فهو يعني زي ما يقولوا عشان كده زي ما لاحظتي ذاته البنات خياراتهم كهدوم حاجات اكثر بكثير. أيوة من الرجال يعني. الرجال وعين هدايا ذات لونه بالبني كده وتحسيها يعني ايوه لازم في حاجات عمليه لكن البنات تقدر تتفسح في خيارات كثيره خيارات كثيره. أيوة. كل اللي بيشاهدونا الان ممكن يكون خلاص كل شخص يخطى له زول كده عايز يديه هديه فبتبقى المشكله في انه الاسعار كيف؟ هل هي في متناول الجميع؟ اي شخص عايز يوصل الهديه دي سهل الموضوع ده ولا الفكره دي لسه بعيده صعبه؟ ما عشان كده انا فليت الموضوع ده ليه؟ لانه انا بالنسبه لي هو موضوع انا بحبه وبستنى انه متين الزول اللي جاياه الهديه رده فعله او يرجع لنا بشنو؟ فعشان كده ما ممكن كان اعتمد على حاجه معينه. الزبون لما يجينا لو عنده بادجت معينه نحن بنشتغل عليها. بنوريه كل الخيارات اللي في ميزانيته دي. بعد كده هو حاب يزيد حاب ينقص بنعمل عليها. لكن ما لي فئه معينه تماما ابدا. بالعكس عندنا طلبه الجامعات كمان كتار جدا. والناس اللي بيلموا شير لاصحابهم الليله. كان عندنا هديه طالعه لزول من شير برضه. ايوه. فالحاجه دي بسوق يعني حسب الميزانيه بتاعتك احنا بنظبطك. جميل. حنواصل ان شاء الله اكثر في محاورنا دكتور شهد. بنهديك بنهدي كل المشاهدين اللحن القادم بيا برجع مره ثانيه. اهلا من جديد لهم كل التحايا وشفنا الهدايا في الفن السوداني وكان محتاجين زي حب وكانيات انه يحركوا التفاعل اكبر في فكره الهدايا والتوصيل ما بين كل الافراد وكل المحبين مع بعض. فاصل قصير ان شاء الله راجعين من بعده.